خلينا ندخل بقى ايه. طبعا موضوع الماونتنج، في هنا هتلاقي سلايدات خاصه بالماونتنج، انواع الماونتنج والانجل بتاعت الماونتنج، الكلام ده احنا بيتصنع تصنيع، يعني المهندس الانشائي هو اللي بيقول بتركب. طبعا الميل خلاص بيجيبه من البي بي سيست، بيركب كام سبورت بناء على وزن الالواح. لذلك انت لما دخلت في الداتا شيت لقيت في اللوح في الويت بتاع اللوح، الوزن بتاع اللوح ده، وبناء عليه هو بياخد وزن اللوح مع اتجاه الرياح مع شويه بارامترز كده الناس بتوع الاستراكشر، تمام، وبيعمل لك الفريم ده ممكن يبقى مجموعه من البانلز لوحديهم او ممكن يبقى فريم مستمر. في ناس طبعا بتركب الفريم ده على السطح، لاحد المشاكل طبعا في ناس بتروح تركب الفريم الستيل ده على السطح بيروح يبوظ العزل بتاع السقف، يعني خلي بالك هو بياخد فني معاه ولا بيروح يخرم السقف عشان يثبت الستيل ستراكشر، تمام، فبيبوظ العزل الخاص بالسقف بتاع المشروع. انت تاخد بقى المفروض طبعا بالمشاريع الكبيره بيبقى فيه مهندس انشائي، تمام. الحاجات دي طبعا والميول والكلام ده في برنامج زي ما قلنا اسمه ايه سكتش اب، هو اللي بيعمل الدروينج او الرسم النهائي، ده معروف في معماري، تمام. طبعا انت بعد ما تظبط الميل لازم تظبط موضوع المسافه بين سترينج والتانيه، دي حته مهمه جدا لازم نعمل عليها فوكس. في ناس كتيرة جدا لما بيجي يركب الالواح بيركب مجموعة الواح بوقع معين، تمام، وبيقرب المسافات بين مجموعة الالواح دي، القاعدة بتقول ايه؟ المفروض جريد. هنا طبعا بنتكلم عن الكونستراكشن، في حتة مهمة جدا ان المسافة اللي هي دي بين اخر اللوح الاولاني او مجموعة الالواح الاولانية والثانية لازم دي تبقى 3 من الغد. يعني لو انا مثلا عندي اللوح الشمسي ده مثلا الستاندرد بتاعه سي مثلا متر، تمام، بميل معين بشوف وضع ارتفاعه كمان على الارض، ما بلزقش طبعا اللوح ما بيبقاش لامس الروف بالظبط. برضه حتى في القواعد المنظمات البلديه بتبقى المسافه تقريبا هنا 5 سم المينيمم بينك وبين الارضيه بتاعت الروف. طبعا في ريجوليشنز ثانيه موجوده كتير وفي ناس عامله جريد كونكشن من زمان، بس انا بتكلم على الوضع القائم هنا عشان تبقى انت عارف الدنيا واصله لحد فين. لما بتيجي تاخد في الديزاين في السكتش اب او برضه في البي بي سيست هو بيحط لك المينيمم ديستانس اصلا بتبقى تمام 3 من اتش. طبعا في ناس ولا تزود كتير، يعني اقول لك خليها 5 اتش لو عندك مساحه كبيره يبقى ماشي، لان من احد الحاجات المهمه جدا اللي احنا لازم نعملها سيرفي في الاول، واحد يقول لك انا عايز اركب طبقه شمسيه تكفي البرج ده كله، عنده مثلا برج 50 شقه مثلا، طب البرج ده مساحته كام في الاخر؟ 200 300 متر مثلا. طب انا دلوقتي اركب الالواح دي فين؟ هركبها على السطح، هركب على السطح يعني انا ملتزم بالاريا بتاعتي اللي انا اشتغل عليها، ال 200 متر دول هيدوني مثلا سي 200 كيلو او هيدوني مثلا سي 100 كيلو او هيدوني 50 كيلو. انا هجيب لك من فين؟ ما انا لو وسعت المسافات دي تمام اكتر عشان موضوع الشادو يبقى انا كده مش عايز مساحه. فانت المفروض الستاندرد بيقول ان هو المفروض الديك تبقى 3 من ارتفاع السولار بانل، ده كالانتر رو سبيسنج. قول لي دكتور انت على السولر بتصير مشكله اللي بيصير زي الشوك لما بيحصل ظل، لما بيحصل ظل قلنا النقطه اللي بيجي عليها او السيل اللي بيجي عليها الظلال ده تمام بتبقى نقطه سخنه او بيحصل فيها سيركيليشن للكرنت، فبالتالي النقطه دي بتاثر على اللوح كله. عملوا حل بس الحل ده مش يعني ايه مش فول سوليوشن اللي هو ايه الباي باس مين دايود. الباي باس دايود ده هتلاقيه موجود في ظهر اللوح زي ما قلنا، تمام، ميزته ان هو السترنج اللي هي هيوصل عليها حتى لو دايود واحد منهم حصل عليه شادو الجزئيه دي هو بيلغيها بيعدي اصلا بعيد عنها. شايف الجزئيه دي؟ ده مجرد كده سامبل، لو انا عندي اي جسم ممكن الجسم ده يبقى مثلا بيت مثلا جنبك انت كنت عرض الشبكه وبعد كده حد راح باني جنبك، تمام، او شجره مثلا طلعت او اي حاجه، تمام، الظل ده لو هو بعيد الكرنت بيمر في السيلز عادي خالص. لو انا دلوقتي بدا الانزلاق ده بياخد جزئيه من السترينج دي واصنع دايره زي ما قلنا، هو بيبعد عن الباص ده كله بيشوف لو انا لو ال 12 دول وال 24 واحده دول واصلين على الدايره اخرهم كده واخد الجروب دي التوازي مع بعض فبيسيب الجزئيه دي كلها. طيب لو الظلال دي راحت واحده مش عارف الاثنين احنا قلنا كام صف دول؟ كام عمود؟ 6، تمام؟ 6 في 12 بكام؟
72. فهو لو راح واخد واحده من دول جه عليها ظلال برضه هيخلي الباي باس دايود الثاني يشتغل ويروح يلغي الاثنين او العمودين الثانيين مش هيمر فيهم. طب لو جه ظلال عليها كلها هتلاقي على الثلاثه دايود او الثري باي باس دايود دول يشتغلوا وبيحاول يحمي اللوح بس طبعا مش فل يعني بروتكشن. فهو حل من احد الحلول ان انا ايه احاول بقدر الامكان ابعد عن الظلال. تمام. طيب هذا الشيء لو كان ضمن الغيوم او شيء زي كذا هل ما حيأثر بنفس الشيء؟ حسب درجه الغيوم. يعني ممكن بس هو ال- 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 اللي بيحصل حس يعني حته ال- 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 درجه الغيوم دي احنا كنا واخدينها حاجه بيسموها ايه الاي ام فاكر؟ اللي هو الارماس. تمام. دي معمول حسابها في الستاندرد تيست كونديشن ومعمول حساب ان هيبقى فيه نسبه اختلاط الاشعه على الغلاف الجوي ده نفسه في نسبه معينه ان في اشعه بيحصل لها مش عارف ريفليكشن وفي اشعه بتمتص وفي اشعه بتنعكس. فالمهم هنا هو بيتكلم لو انا رحت جايب مثلا اي حاجه رحت جايب حته خشبه كده وادي اللوحه اهو رحت حاطط الخشبه دي فوقيها على طول. تمام. فمفيش اي ضوء داخل